شو اسمك الرباعي؟ باسل جمال محمد مهدي. وين انت ساكن؟ ساكن شارع النفق في غزة. شو خطوان؟ لقبك ايش؟ ابو جمال. امتى تعرضت للجماح العسكري؟ 2009-2010. شو دورك اليوم؟ مسؤول فصيل التخصصات. كم ناشطين تحت مسؤوليتك؟ 9. شو اختصاصهم؟ عندك هاو 82 107 هندسة قنص ودروع. احكي لي كيف تم طلوعك لتدريب في ايران؟ تمام، لقيت اتصل فيها مسؤولي على الرزاينة، قال لي بدك تطلع على ايران تاخذ دورة قنص، طبعا انه بتستفيد وبزيد راتبك لما تروح. قلت له تمام ماشي. بعد اسبوعين او اسبوعين ونص كلمني قال لي جهز حالك بكره تمام عشان تطلع على مصر، ومن مصر بتطلع على لبنان، على سوريا ولبنان، على سوريا وهم بالضبط وقدموه. تمام، اعطاني تقريبا 1000 دولار، اعطيت المره 200 دولار تقريبا، وطلعت على مصر عن طريق المعبر. قعدت في مصر اسبوعين وثلاث ايام زي هيك. تمام، حجزت الطياره وكل شيء تمام. اجت معي الطيارة، نزلنا على سوريا، من سوريا استقبلنا واحد بيقولوا له أبو إبراهيم. قعدنا في سوريا ثلاثة أيام، في يوم الرابع أخذونا على لبنان، قعدنا في لبنان تقريبا أسبوعين. بعد أسبوعين اجت معاد الدورة، اجوا الشباب يعني، اجت معاد الدورة، نزلنا من سوريا دغري على، أخذتنا الطيارة على إيران، أخذنا في إيران دورة 15 يوم. احكي لي في تفاصيل كيف تم التدريب؟ تم التدريب أول شيء اللياقة. هذا يعني من صهيد الله كل يوم. تمام، عندك 4 أيام تدريب على كلاشين على مسافة 100 متر، وعندك بعد 4 أيام هذول 5 أيام على برجمين من 100 ل 150. بعدها اشتغلنا على دراغانوف، هذا بروف قنص. تمام، دخلنا كنت 6 أيام فيها، طخنا على حجار، على شواخص، على بلالين سيئ على مسافة 300 متر. وين كان التدريب؟ في إيران. وين؟ في موقع موقع تدريب، ما بعرف شو كان بالضبط يعني، موقع للجيش أو للتدريب العسكري يعني. ومين اللي دربوكم؟ إيرانيين. إيرانيين يعني عساكر يعني، كان يلبسوا عساكر. كم واحد كانوا معك في التدريب؟ بالذاكر يعني حدود 15-20 نفر يعني. من وين هما؟ من غزة ولبنان وسوريا. وشو المشترك لكلياتهم؟ جهاز السلامة كلهم. عسكريين يعني؟ عساكر جهاز السلامة. أي دورات أخرى في الإيران من غير القنص؟ دورات أخرى على هو الشباب يعني، سمعت من الشباب أخذ دورة صاروخية، في شباب أخذ دورة مدفعية، وفي كتائب دورة كتيبة.